أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في اللقاء السابق عند قول الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآية فيها مبشر ومبشر ومبشر به، والسبب الموصل للبشارة. أما المبشر فهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقوم مقامه من أمته، الصحابة والتابعين والعلماء، والعلماء ورثة الأنبياء. وأما المبشر فهم المؤمنون، وأما المبشر به فهو جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة. وأما السبب الموصل لذلك فهو الإيمان والعمل الصالح، ومن دون الإيمان والعمل الصالح لا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة. يبقى لا سبيل للوصول إلى هذه البشارة إلا بالإيمان والعمل الصالح. وبشر، وبشر من البشارة، هناك بشارة ونذارة، وكلاهما خبر لكنهما أخص من الخبر. فالبشارة هي الخبر السار. طب ولماذا سمي الخبر السار بالبشارة؟ قال لك: لأن الإنسان إذا سمع البشرى تهللت أسارير وجهه، صح؟ ظهر أثرها على بشرته، ابتسم وفرح، ولذلك سمي الخبر السار بالبشارة نسبة إلى إيه؟ إلى البشرة. طيب، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، ما هي الصالحات؟ الصالحات جمع، مفردها صالحة، يعني الفعلة الصالحة أو الفعلة الحسنة، تمام؟ يبقى الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني عملوا إيه؟ الأفعال الصالحات. طب وما هو العمل الصالح؟ قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: العمل الصالح هو العمل الخالص لله تبارك وتعالى. واستدل على ذلك بقوله تعالى: فمن كان يرجو، قال في تفسير قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحة، قال أي عملا خالصا. ده تفسير سيدنا مين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما معاذ رضي الله عنه فقال: العمل الصالح له أربعة أشياء. يبقى العمل الصالح ده له أربعة دعائم حتى يسمى عمل صالح. الدعامة الأولى، الدعامة الأولى العلم، الدعامة الثانية النية، الدعامة الثالثة الصبر، الدعامة الرابعة الإخلاص. هذه دعائم أربعة عليها يقوم العمل الصالح، أيا كان هذا العمل الصالح، دقة أم كبر، دقة أم عظم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه إيه؟ طلق، يعني بوجه أو بابتسامة، تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدقة. يبقى هذا عمل دقيق. وقد أدخل الله عز وجل بغي الجنة في كلب سقط، وقد أدخل الله سبحانه وتعالى رجلا الجنة لغصن شوك أماطه عن طريق المسلمين. يبقى العمل الصالح مش معناه ما أقوله الذين أمنوا وعملوا الصالحات، يعني ده كانوا بيقيموا الليل كل يوم وبيصوموا اثنين وخميس أو يوم ويوم، لا، العمل الصالح يشمل كل عمل عظيم في نظرك أو صغير في نظرك،
لأن كل الأعمال في نظر الله سبحانه وتعالى متساوية، العبادة واحدة. صليتوا بنا على سيدنا. نرجع لكلام سيدنا عبد الله بن معاذ. سيدنا معاذ قال إيه؟ العمل له أربعة دعائم. الدعامة الأولى إيه؟ العلم. العلم ده مهم جدا. ليه؟ لأنه ربما يكون رجلا عابدا لله تبارك وتعالى، خلاص، لكن رجل يعمل العمل ويظن أنه صالح وهو ليس بصالح. أقول لك موقف بعد ما تصلي على سيدنا. موقف كان فيه واحد في مصر راكب المركب وعمال إيه يقول يا فيوم يا فيوم يا فيوم يا فيوم. المهم فرجل على الشاطئ كده قال له يا عم تعالى قرب، فقرب عليه قال له فيوم إيه؟ فيوم دي إيه؟ محافظة عندنا في مصر، محافظة، مقاطعة من مقاطعات مصر، من أعمال مصر. يا حاج محمد يا حاج محمد يا حاج محمد يا حاج محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش عارف أركز والله. الصوت، الصوت ده صوتك أنت اللي عالي، صوتك أنت مش هما، صوتك أنت. صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجل بيقول لي أعمل لهم إيه هو فضحنا. المهم فبيقول يا فيوم، قال له يا فيوم إيه؟ قال له أنت إيه يا فيوم ده؟ قال له أنا بذكر الله سبحانه وتعالى. قال له قصدك يا قيوم مش يا فيوم. فتخيل جهل الرجل، هو مش عارف أسماء الله الحسنى ولم يتعلم أسماء الله الحسنى، سمعها واحد بيقولها فقعدوا يا فيوم يا فيوم. سيدنا عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني ما عظمة عبد القادر الجيلاني إلا في حكايته مع الشيطان، وهذه الحكاية قد رواها ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب، والرواية صحيحة. وحدثت له، كان في يعني كان في 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 سفر له في الصحراء وانقطعت به السبل ونفد ما معه من ماء، فعطش عطشا شديدا، وبينما هو في طريقه إذ رأى سحابة سوداء قد أظلته ونزل منها ندى، فاستبشر خيرا، ثم سمع صوتا في السحابة يقول يا عبد القادر إني أنا ربك وقد أحللت لك المحرمات. وفي رواية تانية يا عبد القادر إني أنا ربك وقد أبطلت عنك الصلاة، أسقطت عنك الصلاة. فقال عبد القادر الجيلاني اخسأ يا لعين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال إيه؟ فقال غلبتني يا عبد القادر بعلمك، لقد أفسدت بهذه الحيلة 70 عابدا. تخيل، ما هو عابد هو مش بيعمل صالحته بس ما فيش علم، فممكن يكون يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل، والذي يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل يتخبطه الشيطان ويضله الشيطان. ولذلك ورد في الأثر فيه ضعف بس معناه صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. فقيه واحد أشد على الشيطان من إيه؟ من 1000 عابد. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. يبقى العلم مقدم على العمل أو هما صنوان. صليتوا بنا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول دعامة من دعامات العمل الصالح العلم. الدعامة الثانية إيه؟ النية، لأن النية هي التي تميز العبادة الواجبة الواجبات من النوافل. الصيام الواجب من صيام النافلة، الصلاة الواجبة من صلاة النافلة. يبقى النية. الدعامة الثالثة الصبر، الصبر على العمل الصالح. لذلك الله عز وجل يقول إيه؟ إلا الذين آمنوا وصبروا، في آية نسيتها، يعني الذين إيه؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفيها إيه؟ وذكر الله سبحانه وتعالى فيها الصبر. نسيت الآية الآن، ستأتي إن شاء الله تعالى. طيب، يبقى الدعامة الأولى العلم، الدعامة الثانية النية، الدعامة الثالثة الصبر، الدعامة الرابعة الإخلاص. سيدنا النبي يقول إنما الأعمال بالنيات. سيدنا النبي يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني عمله عليه إيه؟ مردود، عمله غير مقبول. الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. صليتوا بنا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم إيه؟ جنات. جنات جمع
مفردها جنة. وما معنى كلمة جنة؟ جنة وجنة وجنين وجن، نعم، كل هذه الكلمات الأسماء مشتقة من فعل واحد وهو الفعل جنة، جيم نون عليها شدة، جنة. وما قال تعالى فلما جن عليه الليل، ما معنى كلمة جنة؟ جنة معناها سترة، يبقى فلما جن عليه الليل يعني فلما ستره الليل. وكل الحاجات دي الجنين والجن والجنة والجنة، كل هذه الكلمات مشتقة من كلمة إيه؟ جنة. وكلها فيها معنى الستر، وكلها فيها معنى إيه؟ فيها معنى الستر. فالجنين سمي جنينا لاستتاره في بطن أمه، والمجنون سمي مجنونا ليه؟ لاستتار عقله، والجن سمي جنا لاستتاره عن أعين الناس، والجنة سميت جنة لاستتار ما فيها عن أعين الناس. إزاي يا عم الحج؟ إزاي يا عم الشيخ؟ قصدك أصل الجنة هي إيه؟ البستان ذو الأغصان الكثيفة الملتفة. فأنت واقف بره كده بتبص على البستان، البستان متحوط إيه؟ من كل النواحي بأشجار، وأشجار كبيرة وأغصان كثيفة وملتفة. هل تستطيع أن تبصر ما في داخل الجنة أو البستان؟ لا تستطيع أن تبصر ما في داخل البستان. فلما لم تكن تستطيع أن تبصر ما في داخل البستان نظرا لأغصانه وأشجاره الكثيفة الملتفة، فسمي البستان إيه؟ جنة. ثم استخدم هذا اللفظ للإشارة إلى الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للمؤمنين. صليت بنا على سيدنا النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه قال: ألا هل من مشمر للجنة؟ ألا هل من مشمر للجنة؟ هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وثمار حسنة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة. فقالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله. فقال النبي: قولوا إن شاء الله. فقالوا إن شاء الله. صليتوا بنا على سيدنا. والجنة دي درجات، الجنة دي، لذلك ربنا ما قالش جنة، ده ليه؟ جنات، يعني هي درجات، فهي سبع درجات، أعلاها جنة الفردوس. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الفردوس هو أوسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. أوسط الجنة يعني، يعني أعدل الجنة، يعني أفضل الجنة. شوف ربنا لما بيقول عن، بيتكلم عن أمة النبي بيقول إيه؟ وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا، يعني إيه؟ أعدل الأمم، أفضل الأمم. فالفردوس ده أوسط الجنة، يعني إيه؟ يعني أفضل باب في الجنة، أفضل درجة في الجنة، أعلى درجة في الجنة. طب وإيه أقل درجة في الجنة؟ أقل درجة في الجنة أن يكون لك 10 أمثال الدنيا. شفت الدنيا دي كلها؟ الكرة الأرضية دي؟ أقل واحد في الجنة له إيه؟ له 10 أمثال الدنيا. فاللهم ارزقنا الفردوس يا رب. سيدنا النبي، وأقول لكم الحديث بمجموع طرقه، تمام؟ يحكي عن آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. فيقول ذاك رجل، ممكن يكون ده إيه؟ أسوأ مسلم على وجه الأرض، ما هو ده آخر واحد يطلع من النار. يا رب اللهم حرم وجوهنا وأجسادنا على النار، اللهم أمين يا رب العالمين، وأدخلنا الجنة بدون حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، اللهم أمين. هذا آخر رجل يدخل من النار. إذا خرج من النار، تمام، تلفحه مرة وتخبطه مرة، يخرج منها حبوا، وطالع من الجنة عمل إيه؟ كرولينج، عمل يزحف. فإذا خرج منها نظر إليها وقال: الحمد لله الذي نجاني منك. فإذا خرج من الجنة أخرج الله عز وجل له شجرة، فأول ما يشوف الشجرة كده يقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها. فيقول الله عز وجل، يعني ربما: ولا تسألني غيرها. قال: يا ربي ولا أسألك غيرها. فيدنيه الله سبحانه وتعالى من هذه الشجرة فيشرب من مائها ويستظل بظلها، ثم يخرج الله عز وجل له شجرة أفضل، فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب مائها. فيقول: عبدي ألم تعدني أنك لا تسألني غيرها؟ وربه يعذره،
ربنا لأنه يرى ما لا صبر له عليه، شايف عجب، فيدنيه، قل والله يا ربي لا أسألك غيرها، فيدنيه منها، وبعدين يدنيه من الشجرة الثالثة حتى يدنيه، وهو في الشجرة الثالثة كده فيسمع أصوات أهل الجنة، فيسمع إيه؟ أصوات أهل الجنة، فيسكت لأنه وعد ربنا كذا وعد، فيسكت ويسكت، يسكت طويلا، وبعدين هو سامع، وبعدين تيجي لحظة مش قادر بقى، فيقول يا رب أدخلنيها، ما تدخلني الجنة. في رواية في صحيح مسلم إن سيدنا موسى لما سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، فالراجل ده هيقول له اذهب فادخل الجنة، فيروح فيظن أن الناس قد أخذوا أخذاتهم وأخذوا أماكنهم، فيرجع إلى رب العزة يا رب، يقول يا ربي كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم، فيقول اذهب فادخل الجنة، وبعدين يروح يا ربي كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم، اذهب فادخل الجنة، فيقول يا ربي كيف وقد يا ربي أتهزأ بي وأنت رب العالمين، أتسخر بي وأنت رب العالمين، فيضحك الله تبارك وتعالى. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود سأل النبي، سئل عبد الله بن مسعود لما روى هذا الحديث لما تضحك، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ثم ضحك حتى بدت نواجذه، فسألناه ما الذي يضحكك يا رسول الله، قال من ضحك الله للعبد، لأن الله ضحك للعبد سبحانه وتعالى، وهذا الحديث يسمى الحديث المسلسل إيه؟ بالضحك، فنضحك يعني التزاما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ضحكتم؟ دي ضحك يا أخي، اتق الله. أنت زي ما يكون أنت إيه؟ مراتك ضرباك وجاي هنا على مضض ومش متجوز عموما، عشان محدش بس يتكلم. صلوا بينا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فيقول الله عز وجل له عبدي أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا، فيقول رضيت يا رب، فيقول لك الدنيا وعشرة أمثالها. يبقى ده أعلى واحد في الجنة وده أقل واحد فين؟ في الجنة. لذلك الجنة درجات، لذلك قال الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم إيه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. إيه هو النهر؟ النهر اسمه نهر واسمه نهر، والأفصح أن يقال له نهر، والنهر هو الأخدود في الأرض يكون فيه الماء العذب، هو الأخدود في الأرض يكون فيه الماء العذب. طب هو النهر هو اللي بيجري من تحت الجنة ولا الماء؟ طيب، وهو ماء النهر بيجري من تحت الجنة، طب ما هو لو إذا كان ماء النهر يجري أسفل الجنة فلن نراه، هنشوفه ازاي؟ طب ما عادي، ما احنا قاعدين في ميه بتجري من تحتنا، صح ولا لا؟ يبقى اذا المعنى وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحت اشجارها وقصورها ماء الانهار. يبقى ماء الانهار ايه؟ انت حضرتك قاعد في القصر بتاعك كده، قصر من زبرجد وما اعرفش الزبرجد ده ايه، او قصر من لؤلؤ، من لؤلؤه مجوفه، والأنهار بتجري من تحتك، والأنهار دي أنواع بقى، في نهر من ماء، وفي نهر من لبن من مصفى، من لبن إيه؟ لبن، ونهر من عسل مصفى، ونهر إيه؟ من خمر. وبعدين خلي بالك بقى، تصرفها كيفما شئت وتجريها كيفما شئت. يعني وانت حضرتك قاعد في الجنة كده، قاعد في القصر الإيه؟ من اللؤلؤة المجوفة دي، وبعدين إيه؟ تجري من تحت قصرك وأشجار قصرك ماء الأنهار، فانت زهقت بقى من الماء، مش هتزهق ما تخافش، فانت عايز تغير المية دي، تقول ايه؟ يلا لبن، فيتحول النهر يبقى ايه؟ نهر من لبن. تعمل كده عايز عسل. مره واحد صاحبي بيسالني بيقول لي يا عم الشيخ، والله العظيم عجيب، احنا عندنا، احنا ناس عجيبين قوي والله، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آس وانهار من لبن لم يتغير طعمه. غير آس يعني ايه؟ لم يتغير، يعني لم يأسن، يعني لم يتغير رائحته الى رائحه كريهه، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فجي يقول لي طب قول لي بقى عم الشيخ، هو أنا هسبح في نهر العسل إزاي؟ يعني خلاص ضاقت عليك الجنة، عاوز تسبح ما في مية، روح اسبح في المية يعني. وعلى كل يا سيدي خلاص، إن أردت أن تسبح في نهر العسل ستسبح إن شاء الله، بس إحنا سبحانك يا رب. صليتوا بنا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فجنات عرفناها درجات، تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، أنهار الماء، ما قالش النهر، أنهار الماء واللبن وكل الأنهار دي. اللهم ارزقنا الجنة.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني إيه؟ يعني كلما رزق أهل الجنة ثمرة من ثمرات الجنة قالوا هذه الثمرة تشبه الثمرة التي رزقناها من قبل، أي في الجنة. ومعنى هذا أن ثمار الجنة متماثلة في حسن منظرها ولذة طعومها. يعني الكلام ده، يعني أنا هقول لك حاجة، أنت بتروح على شجر النخلة، النخلة بتروح تجيب البلح، أو الراجل بيطلع يجيب البلح، تمام؟ عندك هم مثلا 50 بلحة، ال50 بلحة من شجرة واحدة تعرضوا لظروف مناخية واحدة، سقوا بماء واحد، صح ولا لا؟ تاكل دي، الله عسل نحل، تاكل اللي تانية، يا ساتر يا رب ده مسخة، الله. يبقى عندك شجرة البرتقال مثلا، هو نفس البرتقال على نفس الشجرة، تاكل دي مسكرة وتاكل دي معفنة، أنا آسف في اللفظ. إيه ده؟ هكذا ثمار، فثمار الدنيا متفاوتة في حسن منظرها ولذة طعومها، أما ثمار الجنة فهي متماثلة في حسن منظرها ولذة طعومها، فكل ثمار الجنة يسر له القلب ويستحليه الذوق، سبحان الله. ولذلك كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كل التفاح النهاردة يجي يأكله تاني، الله ده حلو برضو، يأكله تاني ده حلو برضو، الله ده حلو. مفيش مرة تأكل حباية تلاقيها مسخة، لا مفيش الكلام ده في الجنة. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يعني بقى وأتوا به متشابها، فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسامي، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني إيه؟ في تفاح في الجنة بس الشكل مختلف، واللذة مختلفة والطعم مختلف وكل حاجة مختلفة. طب ليه اسمه تفاح؟ ما أصل هو لو قال لك ولكم فيها مثلا قول أي حاجة زنبليط، أنت عارف يعني إيه زنبليط؟ فأنت مش هتحس بإيه الزنبليط ده، خلاص بنخش الجنة نبقى نشوف الزنبليط. لكن لما أقول لك ليك تفاح، ما أنت عارف التفاح، وأقول لك بقى بس خلي بالك التفاح مختلف في المنظر. بعض العلماء يقولون أنه في التشابه في الألوان، يعني الأخضر هو أخضر والأزرق هو أزرق والأصفر هو أصفر والبنفسجي هو كل الألوان هي واحدة، لكن اللي بيختلف إيه؟ روعة المنظر، حسن المنظر ولذة المطعوم، لكن الأسماء ثابتة، تفاح وبطيخ ومانجو وكل الحاجات دي. صليتوا بنا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. أزواج جمع مفردها زوج، والزوج هي المرأة المختصة برجل، الزوج هي المرأة المختصة برجل، يعني المرأة المتجوزة، خلاص. طيب، ولهم فيها أزواج أزواج مطهرة، كل واحد فينا في الجنة له إيه؟ له زوجتان، له زوجتان في الجنة، كل واحدة فيهم عليها 70 حلة، عليها إيه؟ عليها 70 حلة. لو نظرت امرأتك في الجنة من الحور العين إلى الدنيا لأضاءت ما بينهما ولا إيه؟ ولا يعني ملأت ما بينهما ريحا. تخيل لو بس حورية واحدة من الحور العين نظرت إلى أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض ريحا طيبة، ولا أضاءت ما بين السماء والأرض، ولا نصيفها يعني خمارها، ولا نصيفها على وجهها أو على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يعني زوجتك في الجنة دي الخمار بتاعها بس خير من الدنيا وما فيها، سبحان الله. وبعدين ربنا قال لك إيه بقى؟ مطهرة، مطهرة من كل دنس وقذر حسي ومعنوي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني صلي على سيدنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مطهرة من كل دنس وقذر حسي، يعني إيه؟ يعني من الغائط
ومن البول ومن الحيض ومن النفاس ومن المخاط ومن البذاق ومن ايه ومن الدم ومن المني، تمام، ومن الرائحة الكريهة ومن كل هذا، كل هذا مبرأة، ما فيش الكلام ده خالص. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أهل الجنة: أهل الجنة في الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبزقون، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعامهم جشاء، خلاص، جشاء وعرقهم المسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما هو أصل أنت الطعام اللي أنت بتاكله في الجنة مختلف عن طعام الدنيا. طعام الدنيا بعد ما بتاكله بيطلع إيه اللي أنت عارفه، أعزك الله وأجلك وأجلك، خلي بالك من جد. أما طعام الجنة فمختلف بقى، طعام الجنة ده مختلف، ولذلك الإيه؟ المدخول مختلف، يبقى الإيه؟ المخرجات مختلفة، صح ولا لا؟ يبقى المخرجات إيه؟ جشاء، وهتطلع بدل ما تتبول هتطلع عرق رائحته رائحة المسك. كذلك زوجتك في الجنة مطهرة من كل دنس وقذر حسي، ومطهرة من كل دنس معنوي. يعني إيه؟ يعني مفيش غيرة في الجنة، مش هتغير عليك، تمام؟ مفيش تهزيء في الجنة، مفيش شتايم في الجنة ولا في ضرب، خلاص؟ فإيه؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في أخرى: فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات الأخلاق حسان الوجوه. فزوجتك في الجنة خيرات الأخلاق، هيغنولك، هيغنولك كما ورد في الأثر: تقول الواحدة منهن لوليها، لزوجها في الجنة: نحن الخالدات فلا نبيد أبدا، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا. نحن الخالدات فلا نبيد أبدا، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، طوبى لمن كان لنا وكنا له. فمطهرة، حتى مطهرة، مطهرة الأسماع والأبصار والألسنة والقلوب، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياهم. ولهم فيها أزواج مطهرة، وخلي بالك بقى، لن تفارق هذا النعيم أبدا، لن تفارق، لن تفارق هذا النعيم أبدا. لذلك شوف أنت لما مثلا تيجي على أستراليا وأنت معك فيزا، أنت معك فيزا صح؟ معك فيزا سنتين، أنت ممكن تشتري بيت دلوقتي؟ لو معك حتى الديبوزيت، أو حتى لو معك مليون دولار يا عم، هتشتري؟ مش هتشتري، لأنه لا يشعر باستقرار، ما هوش عارف هيقعد ولا مش هيقعد، صح ولا لا؟ وتلاقي ممكن يسكن في أي مكان كده وخلاص، لأنه ما عندوش استقرار. لكن أول ما ياخد الإقامة وأول ما ياخد الجنسية يعمل إيه؟ يفكر بقى أنا عايز أشتري إيه؟ وأعمل إيه؟ وأروح فين؟ لأنه شاعر بالأمان بقى، شاعر إنه هو إيه؟ ماكف، قاعد، خالد، مش خالد بس هو إيه؟ مقيم. فربنا سبحانه وتعالى يطمنك، يقول: وهم فيها خالدون، يعني وهم في هذا النعيم مقيمون أبدا لا يرتحلون. ولذلك من أسماء الجنة دار إيه؟ دار المقامة، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها إيه؟ لغوب. نقرأ الآية مع بعض كده: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا يوم القيامة مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة مجلسنا هذا أن يدخلنا الجنة من دون حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنظر إلينا الآن نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا. اللهم اجعلنا في أمانك وفي ضمانك، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك يا ربنا أهل التقوى وأهل المغفرة. وبذلك نكون قد أنهينا الربع الأول من الجزء الأول من سورة البقرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا. نلقاكم إن شاء الله في درس الأحد القادم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.